شهدت محافظة الدقهلية انطلاق فعاليات اليوم الأول من مبادرة إنت الحياة بإحدى قرى المحافظة. المبادرة شملت تقديم خدمات صحية وتثقيفية متميزة للأهالي من أبناء القرية بالمجان في ظل تكاتف الجهود لإنجاح المبادرة. النهاردة قافلة متكاملة تضم تخصصات عديدة منها القطاع الطبي تحت رعاية أستاذ دكتور أشرف شومة عميد كلية الطب المنصورة، وأستاذ دكتور غادة القنيشي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. قافلة طبية في جميع التخصصات بالتعاون مع وزارة الصحة تقدم خدمة صحية متكاملة لأهالي قرية كفر بدواي. كان في تنسيق واضح ما بين حياة كريمة وبين جامعة المنصورة وبين وزارة الصحة لتقديم الدعم الطبي للكشف على الحالات وتحويلها لمستشفيات جامعة المنصورة، تقديم كل الدعم الطبي ليها ورعاية طبية. موجودين كمان كلجان توعوية، بنقدم كل لجان التوعوية بتقدم كل الدعم في التثقيف والتأهيل والتوعية والتدريب لأبناء البلد. قافلة متكاملة من جميع الخدمات، يوجد فيها قافلة طبية فيها جميع التخصصات يوجد بها جميع التخصصات والعلاج مجاني وتخدم أهالي قريتنا. مشارك معنا جهات كتير، جهات حكومية في وزارة الصحة عاملة قافلة طبية، جامعة المنصورة مشاركة معنا في ندوات توعية، وعندنا كمان مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير،